التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برئيس دائرة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو في بيونغ يانغ، حيث ناقش كيم وسونغ تاو القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الدولية. وخلال اللقاء أعرب زعيم كوريا الشمالية عن رضاه عن العلاقات بين الحزبين وبين البلدين، مشيرا إلى أهمية تطوير العلاقات من خلال تعزيز التعاون والتبادل في المجالات المختلفة.